بص انا ابو جبل عجبني في الشطه بس ما عجبنيش في اصراره على البقاء وعلى الاستمرار. لا ما ينفعش انت راجل دلوقتي مش هتعرف تعمل التراي ولا الحاجات دي وظهر في اكتر من كوره. اه بالظبط هو صعبان عليه انه خرج بس دي كل شيء نصيب ربنا سبحانه وتعالى اراد انه يتعور بعد ما صد شطه تاريخيه لكن كان ممكن يفضل وهو عايز يفضل وهو متعور وده غلط غلط عليه وغلط على المنتخب. ومحمد صبحي ما نزل طبعا كان لسه حاسس بالرهبه شويه لكن ربنا كرمه وحافظ المنتخب وحافظ على شباك المنتخب نظيفه النهارده كل اللعيبه رجاله كل اللعيبه على قدر المسؤوليه.